إذا مشاهدينا الكرام، نتحول إلى شرم الشيخ، تحديدا كوب 27 مع موفد التلفزيون المصري ريهام الديب. من هناك أهلا بك ريهام. يعني التفاصيل كثيرة وعديدة، ولكن كيف يمكن أن نجمل هذا اليوم الافتتاحي لكوب 27 في نقاط؟ تفضلي. أهلا بك يا نهى. الحقيقة يعني هذا اليوم هو اليوم الافتتاحي لمؤتمر كوب 27، مؤتمر تغير المناخ هنا في مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ أو المدينة الخضراء. مدينة بالفعل استطاعت أن تضرب أروع الأمثلة والنماذج أمام كل العالم، كيف تحولت إلى مدينة صديقة للبيئة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. مساحات خضراء في كل مكان هنا في مدينة شرم الشيخ، بالإضافة أيضا إلى العمل في الاعتماد على الطاقة النظيفة بالنسبة للأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي وأيضا بالكهرباء. الحقيقة يعني كل مظاهر الموجودة هنا في مدينة شرم الشيخ تؤكد على أنها بالفعل مدينة خضراء وصديقة للبيئة في استضافتها لهذا المؤتمر الذي يعتبر الأهم والأكبر على مستوى العالم بين جميع القمم السابقة للمناخ وجميع المؤتمرات التي انعقدت في السابق للمناخ. ربما ما يكسب هذا المؤتمر الأهمية العظمى أنه مؤتمر التنفيذ، هذا هو ما يعرف به مؤتمر كوب 27 في هذه الدورة الخاصة، الدورة 27 والتي تستضيفها مصر، وكل الشرف لمصر أنها تستضيف مثل هذه الدورة في تأكيد على الدور الريادي والمحوري لمصر في التصدي لقضية في منتهى الأهمية ولدق ناقوس الخطر على الآثار السلبية والخطورة الخاصة بالتغيرات المناخية على البشرية بالكامل، على كل مظاهر الحياة بالكامل. وبالتالي عندما تستضيف مصر هذا المؤتمر فهذا يعطيها المزيد من ريادتها ومحورية دورها أمام العالم أجمع، لأن هذا المؤتمر هو مؤتمر التنفيذ، وهذا هو ما أكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل أجهزة الدولة المعنية والتي تعمل كخلية نحل منذ بدء الإعلان عن أن مصر سوف تستضيف هذه القمة، وذلك ممثلة لمختلف الدول الأفريقية. السيد الرئيس أكد على أن هذه القمة وهذا المؤتمر سيكون بالفعل له نتيجة مهمة جدا، وسيكون فارق بشكل كبير للغاية، لأنه سيعتمد على التنفيذ، ليس مجرد وعود أو مفاوضات، ولكن إلزام الدول التي تعهدت تجاه الدول النامية التي تضررت بشكل كبير بسبب الآثار السلبية للتغير المناخية بضرورة أن تلتزم تجاهها والعمل على يعني، وهذا المصطلح تكرر كثيرا ولأول مرة اليوم كبند مهم جدا، معالجة الآثار السلبية ومعالجة الخسائر والأضرار التي تعرضت لها الدول الأكثر فقرا، وهي يعني لم تتسبب في هذه الآثار السلبية الخاصة بالتغيرات المناخية، وعلى الرغم من ذلك هي الأكثر تضررا. وبالتالي من أبرز النتائج المتوقعة إن شاء الله من هذا المؤتمر التنفيذ، تنفيذ كل التعهدات وتحويل كل التباحثات إلى يعني تعهدات حقيقية وتنفذ على أرض الواقع. اليوم طبعا كانت الجلسة الإجرائية الافتتاحية، وكانت جلسة في منتهى الأهمية تحدث فيها وزير الخارجية عن الأهداف الرئيسية لهذا المؤتمر وأهميته، وأيضا تحدث على ضرورة العمل بشكل جماعي نهى من أجل الوصول إلى يعني الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتنفيذ. التنفيذ الحقيقة هذا هو الأساس الذي أكد عليه اليوم وزير الخارجية. نعم ريهام، تفاصيل كثيرة في حقيقة الأمر، يوم حافل بالحديث عن المناخ وتأثيراته. بالتأكيد دائما نحن معكم من قلب شرم الشيخ لمعرفة التفاصيل. شكرا جزيلا لك ريهام الديب، موفدات التلفزيون المصري.